بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل محاضرة الشابتر الأول بمادة السي اس 110. وصلنا إلى تفاصيل درس الأسايمنت أوبريتورز. الأسايمنت أوبريتورز زي ما احنا عارفين إنه كيف أنت ممكن تعبي قيمة بمتغير على أساس تستخدمها بعد شوي. هذا المتغير تستخدمه بعمليات حسابية. فخلينا نطبق مثال من البداية. هاي برنامج جديد. هاي هون اكس تساوي 8 اكس تساوي 8 هذا متغير جديد عرفناه. فهاي assignment operators انه اللي على اليسار بيكون اسم المتغير، على اليمين بتكون القيم. ممكن نقول اكس تساوي 8.25%، اصبحت هون القيمة المخزنة فيه. هنا بنسميها احنا انتجر، القيمه انتجر، بس خلينا نحطها في هاش عشان ما يعطيناش خطا. هنا القيمه بنسميها فلوت او ريال. فلوت يعني عباره عن رقم وكسر عشري. اكس تساوي سامي هنا عباره عن سترينج اسم، واكس تساوي اكس زائد 15. طبعا بدها تكون اكس انتجر او فلوت قبليها مش سترينج. فهذا يعني انه بصير العملية الحسابية هون تشتغل، وبعد ما يتم حساب القيمة بتتخزن القيمة النهائية في اكس. هاي كل طرق الاسايمنت اوبريتورز المطلوبة منها. مباشرة زي ما قلنا امبارح في درس إضافي على الأسايمنت أوبريتورز اللي هو المور أسايمنت أوبريتورز بالعمليات الحسابية، فبيحسب العملية الحسابية على اليمين وبيخزن 17 على اليسار. هنا بحكي لك السؤال، بقول لك إذا كان في المتغير قيمة 2، يعني قبليها هذا المتغير معرف وفي قيمة 2، ونفذنا الكود، شو بتطلع القيمة؟ بتطلع القيمة 2 زائد 3 ويساوي 5. عادي ما في مشكلة، بتخزن في قيمة 5. نشوف بعض الأخطاء اللي ممكن يوقع فيها المبرمجين في عملية assignment operators. X تساوي 5 أو my integer يساوي 5، المتغير يساوي 5، assignment صحيحة. X زائد 5 يساوي 7، هنا في خطأ، لا يجوز إن نعرف المتغير بهاي الطريقة ونعمل قيمة بهاي الطريقة. ممكن تكون معادلة رياضية X زائد 5 يساوي 7، هي معادلة بالرياضيات لكن بالكمبيوتر لا تجوز. هذا السلايد بدنا ناخره لانه بدخل بدرس الليست، ما بدنا اياه، بس خلينا ناخذ الاجزاء اللي هون لانه بعرفنا شوي على الليست. قبل شويه حكينا انه اكس تساوي 5 اكس او اكس تساوي 8 اكس تساوي 8.5، فهو بعرفنا على انواع الداتا اللي ممكن تخزينها. 5 انتجر، 5.5 أو 8.5 أو 1.2 بالعشرة float اسمها، true أو false بحيث إنه تكون true أو false بادي بinitialize capital T capital أو false capital. هذا يسمى الداتا تايب boolean، وراح نستخدمه بالشابتر القادم اعتبارا من يوم الأحد لأنه بكرة مش راح يكون في محاضرة. زي x تساوي سامي أو x anything معناته string. الإشي الجديد مثلا X أو Y تساوي لستة بين two brackets، هذول لستة فارغة أو لستة فيها عدد من العناصر، العنصر الأول والثاني والثالث. العنصر الأول بفصل وفاصلة عن العنصر الثاني، بفصل وفاصلة عن العنصر الثالث. وبعدين نبلش بأمثلة على اللستة زي كأنه هو في راح يكون chapter كامل على اللستة، بس خلينا نجربهم كاملين. نرجع لمثالنا اللي هون، واضح لو طبعنا X راح تنطبع 8، لو طبعنا اكس راح ينطبع 8.25، لو طبعنا هون اكس راح ينطبع مجموعها، بل خلينا نطبعها هون
برنت اكس راح يطبع لنا مجموع الثماني مع ال 15، 8 وربع مع ال 15 فبعطينا 23 وربع. هون لو طبعنا اكس بعطينا سامي، لانها اصبحت سترينج فبعطينا سامي. الان خلينا ناخذ ترو وفولس. لو حكينا له ترو وطبعنا قيمة X، خلينا نشيل كل هذول أساس البوليان، بطبعها ترو. ترو سمول لتر بعطيني إر، لأنه ترو سمول لتر مش هي بوليان، إذا ترو كابيتال لتر، ننتبه لهي. فولس كمان بطبعها فولس. لستة، خلينا ناخذ اللستة وبعدين ناخذ منكم أسئلة. هاي لستة فارغة، راح يطبع لي لستة فارغة. لو حطينا فيها عناصر اللستة مثلا ثلاثة وخمسة وربع وسامي وترو، بصير تخلط باللستة انتجر مع فلوت مع سترينج مع بوليان ومع كمان لستة ثانية، بصير هاي لستة ثانية مثلا 1 و11 عادي بصير تخلط بالمادة هاي، فهي بطبعها. لو قلنا له اكس زيرو يعني اطبع لي العنصر الاول فقط، الاندكس له زيرو، هذا زيرو 1 2 3 4، اكس زيرو بطبع لي الرقم 3 0 1 2 3 4. لو طبعنا 4 لانه ببلش العد من 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 0، فهذا الاندكس له 0، هذا الاندكس له 1 2 3 4. لو قلنا له 4 بيطبع لي العنصر الرابع اللي هو لستا اللستا، لغايه تون من كل بين العنصر والعنصر بيتم فصلهم بفاصله، فهذا العنصر الاول الثاني الثالث الرابع وهذا العنصر الخامس كله اللي هو لستة صغيرة فيها تمام عنصرين. دكتور نعم تمام دكتور، اللستة ما بحتاج أعرف إنه float ولا integer ولا string صح، بس أكتبه عطول؟ لا لا ما بدنا نعرف كل المادة، كل البايثون ما منعرف، من خلال القيمة اللي مخزنة منعرف إنه هذا الآن list ال x أصبحت لستة. بعد شوي لو جينا هون حكينا له x وتساوي 8.5 أصبحت ال x فيها float، X وتساوي 5 أو 6 أصبحت انتجر. نعم ممتاز يا أسئلتكم. فهاي الأنواع. ميثود اسمه دوت كابيتالايز بيأثر على السترينج وبيعمل أول حرف دوت كابيتالايز. خلينا يعني ناخذ هاي اكس وتساوي زي ما هو كاتبها، هو هادي بسمول لتر سترينج. لو قلنا له برنت اكس شو راح يطبع لنا؟ راح يطبع لنا هادي سمول لتر. لو قلنا له اكس دوت كابيتالايز، بس بدك تحط القوسين، لا تنسى تحط القوسين مشان يشتغل الميثود تبع الكابيتالايز. رن راح يطبع لنا هذه كابيتال لتر، اذا الكابيتالايز بيعمل اول حرف كابيتال لتر من الكلمة. يعني شغله بسيطه جدا. خلينا نشوف الكود هذا. هذا متقدم شوي والشابتر الثاني بوضح اكثر. اكس X يساوي 77 Y يساوي سلاش N سامية. اطبع لي X و Y. Run راح يطبع 77 على سطر وسامية على سطر ثاني لأنه سلاش N new line. الآن لو أنا حكيت له اطبع لي سلاش T سامية، راح يطبع سامية بعيدة 4 فراغات
على شكل تاب تي سلاش تي بتطبعها على شكل فراغات تي للتاب وان نيو لاين هذا على اساس انه انا بدي اطبعهن بسطر واحد بس النيو لاين عملت لي سطر ثاني فهي الفكره طبعا هو كان هنا في كمان ساميه بهذا الشكل غلط بدنا نعمل سلاش للكوتيشن هاي انها من ضمن كلمه ساميه بيجي بطبعها بدون ما نعمل الكوتيشن هاي بيكون في خطا وهاي النقطه راح نحطها بالشابتر الثاني تاعت الستنج بس هو حطها فهون شو الخطا انه بدنا نعمل سلاش لهاي وسلاش ان تعني انه سطر جديد وسلاش تي تعني انه تاب على شكل فراغ بيحكي اذا كان الرقم مخزن في انتجر وبدنا اذا كان الرقم مخزن في على شكل كاركتر او سترينج وبدنا نغيره الى انتجر بنستخدم امر الانتجر او امر الفلوت استخدمناها هاي عند الانبوت ظهرت المشكله هاي معنا بالانبوت فلو كان هون الرقم مثلا 1 2 3 ورحنا قلنا له واي تساوي 5 زائد اكس وهون حكينا له برنت واي الان بدي افتح المجال استخدمناها لما رجعت الارقام لما دخلنا الراديوس نصف القطر من انبوت حكينا الملاحظه هاي شو سؤالك يا احمد دكتور لو كان الضرب مش جمع ولو كان الضرب مش جمع شكلك انت دارس على باقي الماده على الشابتر الثاني لو كان الضرب مش جمع مش راح اشرح بكررها ايوه بضرب السترينج اكثر من مره لانه سترينج بضرب اكثر من مره النقطه اللي حكاها زميلكو يعني هاي خليها للشابتر الثاني انا بدي اجاوبك عليها بس ما بدي اشرحها الان بس هو ما ضرب بالحقيقه هو ضرب يا احمد صادق ضربه كرر ايوه ما ضرب اوكي خلص انت لانك دارس الشابتر الثاني فاذا تفضل دكتور متى بتكون ممكن انه علامه الزائد ارقام بس بتيجينا على شكل كاركتر فحتى نخلص من الكاركتر بنحولها لانتجر ونيجي بنطبعها بتطلع انتجر وهكذا طبعا هون برنت واحد ناقص اكس يعني هاي كلها افكار لا ما بدنا نخش بتفاصيلها كل بتجربوها انتم بس جربوها شو اللي بصير معك واي واحد بصير عنده مشكله عمليه التبديل اذا هناك الانتجر بقلب الارقام اللي بالكاركترز بالسترينجز الى ارقام قابله للجمع بقلبها الى انتجر فاذا كان متغير في ارقام على شكل سترينج بقلبها الى انتجر فمعناته في كمان فانكشن اسمه فلوت بقلب الارقام اللي هي بتكون عشريه وفي شيء اسمه str string من string بقلب الارقام الى string فخلينا ناخذهم وطبعا فيهم راح يصير في مشاكل بالتحويل فمثلا هاي لغايه 2 انتجر 2.1 راح تطلع النتيجه 2 وحتى لو كانت 2.9 جربناها المره الماضيه راح تطلع النتيجه 2 اذا بقص الانتجر بقص الفاصله انتجر 2 بعطينا 2 هاي بنعرفها انتجر 2.1 ننتبه والله ننتبه لها هاي حولت رقم الفلوت الى انتجر اما هاي حولت الكاركتر بدها تحول الكاركتر الى انتجر لا يجوز خطا اذا هاي راح تعطينا ران تايم ايرور ليش لانه الانتجر لازم يكون الرقم الداخلي انتجر بس ارقام بدون اي رموز ولا الفاصل العشريه ما بعرف الفاصل العشريه بفكرها حرف هاي الملاحظه الاولى هسه عم نطبقها فلوت 2 بيعملها 2.0
عادي. فلويت 2.0 بيعملها 2.0 نفسها. فإذا المشكلة اللي ظهرت تون، المشكلة اللي ظهرت تون اللي أعطتنا ران تايم إيرور، حلها إنه نستخدم فلوت إلها. فلوت ل 2.1 كاركتر بقلبها ل 2.1 عارف. فلوت الاثنين نفس الشيء، فلوت الاثنين نفس الشيء، فهي ما فيش مشكلة. سترينج الاثنين بصير بقلبها إلى كاركتر، بقلبها إلى كاركتر. راح نعرف ليش بدنا نقلبها لكاركتر. سترينج الاثنين بوينت زيرو بقلبها لكاركتر وبتصير عبارة عن كاركتر كلها. سترينج لأيه، ما هي أصلا هي سترينج، بتظل سترينج، هي عبارة عن كاركتر حرف بتظل سترينج. إذا المشكلة وين؟ إذا كان الرقم عبارة عن فلوت وهو كاركتر وهو سترينج وبدنا نقلبه بصير عندنا مشكلة. خلينا نطبقها ونأخذ منكم أسئلة عليها. خليها هاي فريند. حكينا هيك راح يعطينا ران تايم ايرور لانه بصيرش نجمع انتجر مع سترينج مباشره. فبدنا نقلبها الى انتجر. لكن لو كانت هاي 0.35 ما بقدر يقلبها الانتجر، محوش صلاحيات يقلب هذا الرقم لانه معاه هنا الفاصله، راح يعطينا ران تايم ايرور. اذا شو الحل؟ انه احنا نعمله فلوت. بصير الفلوت بقدر يقلبه هذا لانه معاه فاصله عشريه وبصير العمليه. وضحت المشكله وين؟ والبقيه والبقيه كلياتهم بيشتغلون صحيح. مين في عنده اي استفسار على هاي؟ يعني هي هاي المشكله انه انت تقلب هاي الى انتجر خطا. لازم تكون ارقام حتى تقلبها لانتجر. اه يا احمد دكتور، لو حطيت انتجر قبل الفلوت الان يعني هذا بالتعدي، هذا اسمه ملتي اوبريشن او ملتي بروسيجر. الان اول واحد راح يشتغل الداخلي وبعدين راح يشتغل الخارجي، فبالتالي بتزبط معنا. بس بروحني ال 35%، مين اللي خلاهني ينقلبن الى فلوت؟ هاي. والان صار الرقم كله فلوت، يعني زي كانه هيك احنا قلنا له بصير الانتجر يقص الفلوت، صح؟ لانه مش كاركتر، فالفلوت تحولوا لفلوت والانتجر قص اللي بعد القوس. يعني هاي خلينا نعملها مثلا 95 ورن بصير، بس ما بيقرب الانتجر، ما بيقرب بقص. ممتاز ملاحظتك. الدرس اللي بعديه اذا عمليات الكونفرجن صارت سهله جدا، وراح تظهر كمان معنا بالشابتر الثاني او الثالث كمان مره راح ذكرونا فيها. بالتالي بهذا الشابتر برد يذكرنا بقول احنا عملنا كل عمليات الاوبريشن بعد ما نعمل اساينمنت للفاريبلز، بنعمل جمع وطرح وهذول بنفس المستوى، بنعمل ضرب، بنعمل قسمه قسمه بدون باقي ناتج القسمه والباقي القسمه هاي المود، واخر شيء اللي هن هاي اكس تساوي 4 او اي تساوي 4 بي تساوي 2 اي زائد بي راح يعطينا 6 اي ناقص بي، اي ناقص بي راح يعطينا 2 اي ضرب بي راح يعطينا 8. ما في مشكله. ال 17 تقسيم 3 راح يعطينا فلوت عادي، أمثلة عادية كنا نطبق زيها. 2 ضرب ضرب 4 معناته أس 2 أس 4 16. 2 أس ناقص 2 مين بيقول لي كيف راح يكون حلها؟ راح تكون 2 أس ناقص 2 زيها زي الرياضيات، هاي راح يعملها 1 على 2 أس 2 بمشي مشان يصير، وآخر إشي تساوي 1 على 4 واللي هي الربع قيمتها 25%. إذا بحلها كاملة 25%. كيف إجت إنها 25%؟ 2 على 3 بعطينا كسر، 4
على 2 بعطينا قيمة float. ليش أعطانا قيمة float؟ برفع هاي الانتجر لفلوت. 2 تقسيم 3 صفر، لأنه 2 تقسيم 3 لا يجوز والباقي 2. 2 مد الثلاث، لو يجينا روحنا كتبنا سؤال خارجي على هاي، خلينا نمشي على هاي، واضح ليش إنها صفر. لو كتبنا 2 مد الثلاث تساوي 2، لأن 2 تقسيم 3 لا يجوز والباقي 2 ظلمة. 4 تقسيم 2 2، هاي عادية. لو قلنا مثلا 4.5 تقسيم 2 2 بتظل 2، هاي مكررة بس يعني عبارة عن أمثلة، كلياتها أمثلة إضافية. 5 مد الثلاث فيها 2 باقي القسم 2، لأنه 5 تقسيم 3 1 وبيظل 2 عندنا، وضحنا الكل. 7 مد الثلاث 1. طبعا حتى تفهم حل هاي بدك تعمل العملية الحسابية بالشكل التالي، هاي 5 وهاي 3، فبالتالي بتقول فيها 1، 1 في 3 3، والباقي لما تنقص بيظل 2، إذا باقي القسم هنا 2. بنفس الأسلوب تعمل 7 تقسيم 3 بيطلع الناتج 2 وآخر إشي الباقي 1. فهاي بالنسبة للمد عاملها هون، المد احنا أخذنا عليها المرة الماضية فهو عامل أمثلة. اثنين واربعين ضرب 3 126 انتجر، لأنه هنا ضرب انتجر مع انتجر بيطلع الجواب انتجر. هذولا أسئلة الأوتبوت، what is the final output after execution the following code statement. 42.0 ضرب 3 برفعها، برفع الجواب لفلوت 0.0 يعني بكرر. هاي الريميندر وناتج القسمة، الريميندر وناتج القسمة. الأولويات، الأولويات للأقواس، بعدين للأسس، بعدين للإشارة، بعدين من اليسار لليمين الضرب والقسمة والكليات هذول، وبعدين الزاد والنقص. آخر إشي إذا الـ precedence أو الـ priority بهذا الشكل للزاد والنقص. فلو هو طارح مثال هون بيحكي لو إنه رحت طبعت هذول الثنتين خلنا نأخذ أول واحدة، شو النتيجة من هذا الرقم من اليسار لليمين؟ كل يأتي بنفس الأسلوب، بيجي بيقسم هاي على هاي وبأخذ الناتج اللي هو 1، وبرد يقسمه على 6 اللي هو 1 مد 6 1، 1 تقسيم 4 بيطلع 25%، 25% ضرب 2 نص، توقع بيطلع نص، فطلع نص. طيب الباقي الثانية غيرنا الإشارات فبيطلع 1. بدك تمشي مع الأولويات من اليسار اليمين، هذول كلها تنضرب أصلاً، فينش مشكلة. البري إنكريمنت للبري ديكريمنت راد عايدها اللي هي بالشكل التالي. لو قلنا الإكس تساوي 5، وهون إكس زائد يساوي 2، إكس تساوي 5 حكينا، برينت إكس. خلينا ناخذ منكم اجابات تتذكروا الامبورت ماث استخدمناها، بس هنا احنا اخذناها هناك مشان نطلع مساحه الدائره، بس هون ركز عليها بدرس منفصل. بيقول البايثون فيها لايبرريز كثيره، من ضمنهن مثلا الماث، الامبورت ماث. فخلينا ناخذ الكود اللي هون ونشوف الامبورت ماث شو مكوناتها. احنا اخذنا نص على فكره بس واحد جديد هون. امبورت ماث، اطبع لي باي، بطبع باي صح، احنا طبعناها باي متذكرين اللي هي 3.14% بس قيمتها كامله. طيب شو كمان؟ ااا
دوت ساين الواحد بعطيني الجيب للزاوية واحد اللي هو 84%. طبعا الواحد هون الزاوية قياسها راديال مش ديجري، راديال. والله يعني خلينا نوقف شوي بس، اللي هو الأسس، اللي هو الأسس نعم. بس هون قال help math the power، وكأنه أنا مش عارف الباور شو شغله، فبعطيني help. help بقول لي الباور بده x y، وبروح بعمل x أس y، بشرح لي عنها الhelp. بدل ما قلت له print قلت له help، أنا ساعدني أنا مش عارف الباور، درس الباور مش عارف، هاي درس الساين مش عارفه أنا. ساعدني يا كومبايلر، بقول لي الساين بدك تحط x، بس x بالرادians، قاعد بقول لي ترى x بالرادians مش بالدجري، شفتوا كيف؟ فإذا بدل print قل له help بيساعدك. طيب dot by help بقول لي طبعا شرح لي شرح طويل، بقول لي هي كذا كذا، شرح عن كل المعادلة تبعت الباي، ما بدناش باي. كوساين بالله كوساين، بيقول لي الكوساين برضو الإكس بدك تخزنها على شكل راديان. فإذا بشرح لك الدرس بهلب بدل برنت هلب. إذا هون شو الإشي الجديد بهذا الدرس؟ إنه بدل ما أنت تقول له برنت بطبع لك القيمة، يقول له هلب بشرح لك الدرس تبع الباور، بشرح لك الهلب، بشرح لك الدرس تبع الساين. الآن لغاية تون بنكون كملنا التشابتر كامل المطلوب مننا، ظل عندنا نعمل ديفلوبمنت لألغوريثم. فإحنا الآن إذا كنا دارسين كويس بنكون قادرين نعمل برنامج متكامل. البرنامج أو المعضلة اللي طرحها بالشكل التالي، بيقول لك أنت طالب أخذت مادة البايثون، أخذت التشابتر الأول، قادر على أنك تعمل لنا المعضلات التالية اللي فيها معادلات رياضية ما فيها شروط، الشروط والكنترولز راح تيجي بالتشابتر الثاني. فبيحكي لك التحق لنا بمركز الطقس اللي بجامعة اليرموك، في وحدة مترولوجيست طقس بجامعة اليرموك، شوف لنا اليوم كم إنش أو كم سنتيمتر نزل من المياه، وحولنا إياها للجالون، وحولنا إياها للمتر المكعب. طبعاً بدك تعرف أول إشي بده يكون في عندك عبارة عن مقياس موجود بمركز الطقس على شكل خلينا نقول صحن بليت. البليت هاي موجودة بمواصفات معينة، ارتفاع المطر اللي نازل، الأمطار اللي نزلت فيها، لنفرض سنتي سنتين إنش إنشين، الارتفاع يعني معناته ارتفاع المطر اللي نزل. طيب كيف نعرف كمية الأمطار اللي نزلت في منطقة جامعة يرموك كلها؟ بندرسها بالشكل التالي، بنقول بدنا مساحة منطقة اليرموك، جامعة يرموك كاملة، فالأريا بدنا المساحة، وبدنا الدبث. الدبث إيش؟ اللي هو ارتفاع الإنشاءات تبعات المي على كامل المنطقة، بعطينا حجم المي اللي موجودة، وبنعمل لها conversion. طبعاً بيحكي لك في عندك ثوابت رياضية راح تستخدمها، مثل ثابت الإيكر الفدان الواحد، هو مش بالدنم، بقول لك بالإيكر بالنظام الأمريكي مش بالنظام الإنجليزي. الإيكر الفدان الواحد يساوي هالقد سكوير فيت مساحة الفدان، وهون الكيوبيك فوت يساوي هالقد قلم. انت هون المعادلة هاي راح تعطيك حجم بالكيوبيك فوت بحولها لجامز، وهون مساحة الأرض. فهاي الأرض مساحتها مثلا، هاي جامعة اليرموك مساحتها مثلا 3 إيكر. أوكي نزل عندنا مثلا 2.5 إنش، بنقدر نحول الإنشات لما إحنا نأخذ المساحة إلى جالونز. فخلينا نشوف كيف هو مشي فيها حتى حلها. هي عبارة عن معادلات رياضية يعني، بس أنا بالقياس الأمريكي ممكن ما نفهمهاش. فأول معادلة اللي هو
واحد على 12 ضرب الرقم هذا. الرقم هذا شو هو؟ رقم الفدان اللي هو 43,560. الواحد على 12 لأنه أنت قرأت القراءات بالإنش حولها لفوت لقدم، كل 12 إنش يساوي قدم، فأنت لنفرض أنه إنش واحد من الأمطار نزلت حولها لقدم وضربها بالمساحة. هون المساحة اللي طلعت، الحجم اللي طلع معنا من المياه بنضربه في الجالونز، بيطلع من معنا قديش في جالونز. فبتطلب مننا إحنا كمبرمجين إنه نطلب منه كم إنش. أول إشي قديش نزل عندك إنشات، جملة إنبوت نعرفها، شوف ما أسهل البرمجة، هناك كانت معضلة، حول الإنشات لفلوت، لأنه لو إنه دخلهن هنا مثلاً 2.5 إنش نزل أمطار وراح ضربهن بعد شوي هون أو قسمهن على 12 ما بتزبط، بدنا نحول لفلوت، فحول لفلوت، بعد ما حول لفلوت قسمهن على 12 وضربهن في مساحة الفدان الواحد، لنفرض إنه جمعت يرموك فدان واحد، وبعدين الحجم اللي طلع من هون ضربوا ب قديش الجالون، الحجم قديش يساوي بالجالون، وطبعا قال لنا نزل عندنا 2.5 انش، فمعناته راح ينزل عندنا هالقد جالون. طبعا المره الماضيه في طالب قلنا له احنا بدنا نحولهن هذول الجالونات ل شيء مفهوم بالنسبه اننا متر مكعب، فهاي المتر المكعب حوله الى متر مكعب. خلينا ناخذ الكود ونطبقه، وبدي انا تسلسلوا في حل المعضله كامله من اولها لاخرها زي ما زميلكم تسلسل فيها اللي هو محمد صوالح الفصل الماضي، الله يسهل عليه، فحول النياها الى جرونز كان برنامجه. لاحظوا الان انا اروح اخذ منكم اجابات، انا كملت الشابتر. هاي المعضله بدك تمشي فيها خطوه خطوه، اي معضله ثانيه بتجيك بالامتحان بدك تحلها. يعني انتم مش مطلوب منكم لانكم مش طلاب كمبيوتر، مش مطلوب منكم تبرمجوا برنامج، لكن ممكن يجيك برنامج. لاحظ هو محمد صوالح لما طور الالجوريثم راح حط لنا جمل، متذكرين الجمل؟ الجمل مشان نفهم شو قاعد بيسوي. الدوكيومنتيشن، السطر هذا بيعمل كذا، بدخل الانشاء، بيحول الانشات الى انتجر، هو المفروض حولهن الى فلو، حكينا ممكن يكون بعدين بقسمهن على 12 مشان يحولهن لقدم، وبعدين بيقول لك المساحة كم فدان، هناك كنا مثبتين عدد الفدانات، لا هنا كم فدان المساحة، حولهن إلى، وبعدين اطلع لنا الحجم، وبعد ما اطلع الحجم ضربوا بالجالون، وبعد ما ضربوا بالجالون حولوا للسنتيمتر المكعب وللمتر المكعب وأعطانا الرقم. فلو قلنا له بجامعة يرموك نزل عندنا 2.5 متر مكعب، وكان حجم وكانت مساحة جامعة يرموك 4 فدان، فراح ينزل عندنا 1027 متر مكعب. لغاية هون أنا كملت، تمشوا مع الـ